نشرة السادسة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار، والبداية بالعناوين. غرفة الطوارئ الجوية تقول إنها رصدت عناصر تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في وادي جرزة جنوب بني وليد، وترجع عدم استهدافها لسوء الأحوال الجوية بالمنطقة. هدوء حذر بمدينة سبها وقاعدة منهنت الجوية، ومجلس حكماء المدينة يؤكد تواصل إغلاق بعض الطرقات بمنطقة المنشية. منظمة الصحة العالمية تقول إنها في حاجة إلى قرابة 38 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة في قطاع الصحة بليبيا لعام 2017. قال الناطق باسم غرفة الطوارئ الجوية بعملية البنيان المرصوص محمد جنونو إن طائراتهم رصدت عناصر تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة وادي جرزة جنوب بني وليد. وأضاف جنونو لقناة ليبيا لكل الأحرار أن غرفة الطوارئ مستمرة في تكثيف طلعاتها الجوية فوق المنطقة الممتدة من الخمس غربا وحتى الجفرة جنوبا، مرورا بالمناطق الواقعة جنوب مدينة سرت ومصراتة. وأوضح الناطق باسم غرفة الطوارئ الجوية أن سلاح الجو الليبي لم ينفذ أي ضربات جوية حتى الآن على المواقع التي تم رصدها بسبب سوء الأحوال الجوية بالمنطقة، مؤكدا استعداده للتعامل مع هذه المواقع. وبخصوص آخر تطورات عملية البنيان المرصوص، ينضم إلينا عبر الهاتف من مصراتة المتحدث باسم غرفة العمليات الخاصة محمد الغصري. سيد العميد، لو تضعنا في صورة آخر تطورات عملية التمشيط وإزالة الألغام. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم لمشاهدي قناة ليبيا لكل أحرار. أترحم على شهدائنا وأدعو الشفاء العاجل للجرحى. طبعا العملية مستمرة على قدم وساق، وتم بعد أن تم تكليف العميد أحمد أبو شحمة كآمر لمنطقة سرت أو حاكم لمدينة سرت، طبعا كافة الصلاحيات لديه في تسيير الدوريات والتنسيق مع طيران الجو في مراقبة الفلول الهاربة من داعش، وكذلك مجموعة مكافحة الجريمة ومجموعة الهندسة تقوم بإزالة الألغام من داخل منطقة الجيزة وحي المنارة. طيب، إلى أي مدى يمكن ضمان عدم عودة عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة إلى المناطق المحررة من قبل عملية البنيان المرصوص؟ بالتأكيد بالنسبة لعودة الدواعش الى مدينه سرت، اذا عادوا عدنا، ما فيش اختلاف في الكلام هذا. اذا عاد الدواعش الى سرت واستطاعوا ان يدخلوا الى سرت سوف يكون هدف لقواتنا على طول باذن الله تعالى. طيب، لماذا لم ينفذ سيد العميد سلاح الجو الليبي اي ضربات على المواقع التي رصدتم فيها عناصر للتنظيم، وكيف سيتم التعامل مع هذه العناصر مستقبلا؟ لابد من ناحية عسكرية ومن ناحية لابد أن تكون الضربة فاعلة وتكون الضربة قوية وتكون الضربة في الوقت المناسب. مش شرط أنك أنت تضرب هو داعش فقط، ولكن لابد أن تكون الضربة موجعة. نعم، وضح سيد العميد المتحدث باسم غرفة العمليات الخاصة محمد الغصري، شكرا لك. أكد مساعد أمير الغرفة الأمنية المشتركة بني وليد محمد السهولي أن عدد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الهاربة من سرت والتي تتخذ من ضواحي بني وليد مكانا لها قد يصل إلى 200 عنصر. وأضاف السهولي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن هذه العناصر قد تستغل المناطق المجاورة لبني وليد والتي تمتد من جرزة إلى الجبل الغربي وبرك الشاطي، مشيرا إلى أن مدينة بني وليد تفتقر إلى الإمكانيات العسكرية لمحاربة هذه الفلول الهاربة. وأشار مساعد أمير الغرفة الأمنية المشتركة بني وليد إلى أن الغرفة تواصلت مع المجلس الرئاسي والمسؤولين الأمنيين في طرابلس للتنسيق معهم بخصوص مساعدتهم للقضاء على عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة.
وأضاف مساعد آمر الغرفة الأمنية المشتركة بني وليد محمد السهولي أن الغرفة تسعى بالتعاون مع المجلس المحلي للمدينة إلى التنسيق مع الغرف الأمنية المحيطة ببني وليد لمنع تسلل عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الفارة من سرت. هذه المناطق تم غض الطرف عنها وعدم التدخل فيها، لأنها صراحة في الفترة الأخيرة أصبحت هذه المناطق تعتبر خط التماس بين طرفي الصراع في ليبيا. لا هذا الطرف يريد أن يتحرك باتجاه هذه المناطق، ولا الطرف الآخر يريد أن يتحرك باتجاهها، ولكن الغرفة الأمنية المشتركة الآن جادة في وضع حل جذري. قال المتحدث باسم مجلس حكماء سبا حسن الرقيق أن الوضع في المدينة وبقاعدة تمنهنت الجوية يشهد هدوءا حذرا، وأضاف الرقيق لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه لم يتم حتى الآن تسليم بوابة جويرة المال إلى مديرية الأمن بسبها بعد أن نصل الاتفاق الأخير على تسليم البوابة إلى مديرية أمن المدينة. وأشار المتحدث باسم مجلس حكماء سبها إلى استمرار إغلاق بعض الطرقات الرئيسية والفرعية داخل المدينة، خاصة في منطقة المنشية بسبب الاشتباكات التي شهدتها المنطقة مؤخرا. وأكد مدير مكتب الإعلام بالقوة الثالثة المكلفة بحماية الجنوب محمد جليوان أن الوضع في منطقة تمنهنت وبوابة جويرة المال يشهد هدوءا حاليا، وأضاف جليوان لقناة ليبيا لكل الأحرار أن بوابة جويرة المال تعتبر حاليا منطقة اشتباك وتبادل إطلاق النار بين القوة الثالثة من جهة وقوات بن ناير الموالية لعملية كرامة من جهة ثانية، مشيرا إلى توقف حركة السير في الطريق المؤدية إلى البوابة. شهدت مدينة درنا خلال عام 2016 عدة أحداث مفصلية، أبرزها إعلان تحرير المدينة من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة وفرض قوات الكرامة حصارا عليها، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية للمواطنين. التقرير التالي يستعرض أبرز الأحداث التي شهدتها مدينة درنا خلال هذا العام. سنة 2016 أفرحت مدينة درنا تارة وأوجعتها تارة أخرى، فرح بالانتصار على ما يعرف بتنظيم الدولة في ظل حصار فرض على المدينة عمق الأزمة الإنسانية بها. في شهر يناير نجحت عناصر مجلس شورى مجاهدي المدينة في تفكيك خلية تابعة للتنظيم، وقتل انتحاريان كانا يحاولان شن هجوم نوعي على مواقع داخل المدينة. تطورات أعقبها قصف لطيران مجهول على درنا مطلع فبراير أسفر عن مقتل سيدة وطفل وعنصرين من مجلس شورى المجاهدين. تواصل القتال بالمدينة ضد عناصر التنظيم، وقام في شهر مارس باغتيال عنصرين تابعين للمجلس والناشط بمؤسسات المجتمع المدني عبد الباسط بوذهب. تطورات تزامنت مع إغلاق قوات الكرامة لطريق بوضحاك جنوبي المدينة في شهر أبريل، ومحاصرة قوات المجلس في منطقة الفتايح، ومنع وصول الإمدادات العسكرية لقتال عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. نتيجة لذلك ومع منتصف الشهر نفسه تحديدا، تمكنت عناصر التنظيم من السيطرة على منطقة الحيلة جنوب غربي درنا والتمركز في نقاط حيوية بالمدينة. ورغم هذا التضييق أطلق شورى مجاهدي درنا عملية عسكرية لتحرير منطقة الفتايح من قبضة عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة، وهو ما نتج عنه هروب التنظيم من منطقة الحيلة عبر الطريق الصحراوي ومنه إلى مدينة سرت. قتال استمر 10 أشهر توج بعودة درنا إلى حضن الوطن، ليعلن مجلس شورى مجاهدي درنا تحرير المدينة بالكامل في 20 من أبريل الماضي.
نصر أفرح سكان درنة، لكنه لم يدم طويلا، فبعد يوم واحد من إعلان تحرير المدينة قامت طائرات قوات الكرامة بشن 9 غارات استهدفت المدخل الغربي لدرنة. وفي 23 من شهر إبريل 2016 وثق السجل المدني مقتل 23 شخصا نتيجة انفجار مفخخات تركتها عناصر التنظيم عقب انسحابهم من المدينة. في غضون ذلك تواصلت عمليات القصف على درنة، وسجل في بداية يونيو مقتل 3 أطفال وجرح 7 أشخاص آخرين جراء غارات طائرات الكرامة على المدينة. غارات أعقبتها أخرى في فجر 9 من شهر يوليو، حيث استيقظ سكان إحدى العمارات وسط المدينة على دوي قصف أسفر عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بينهم نساء وأطفال. وفي 18 من شهر أغسطس جرى إعلان ميثاق درنة الهادف إلى تفعيل مؤسسات المدينة وتكليف العميد يحيى الأسطى عمر مسؤولا للملف الأمني بدرنة. إنسانياً انعكس منع دخول المحروقات للمدينة في 27 من شهر سبتمبر على الأوضاع المعيشية للأهالي، بعد أن قامت قوات الكرامة بحجز ناقلة زيوت ثقيلة مشغلة لمحطة توليد الطاقة الكهربائية بالمدينة لتفرج عنها بعد حين. وقد أعلن مسؤول الملف الأمني بدرنة في نوفمبر بداية عمل مديرية أمن المدينة وانتشار عناصر الأمن بها. وفي شهر ديسمبر كلف الحاكم العسكري المعين من قبل مجلس النواب عبد الرازق الناظوري حاكما عسكريا لمدينة درنة، تكليف رفضه أهالي المدينة. نندد ونستنكر القرار الصادر عن ما يعرف بالحاكم العسكري بتعيين عميد لبلدية درنة، نعتبره مخالفا في ذلك ما نص عليه الإعلان الدستوري. تعددت الجبهات والنتيجة واحدة، حصار وقصف تضرر منه أهالي درنة على أمل أن تحل السنة الجديدة وتحمل معها نسمات السلام إلى مدينة الياسمين. إلى بنغازي، حيث قالت تحرية القوات الخاصة الصاعقة الموالية لعملية الكرامة إنه تم يوم أمس العثور على جثتين متحللتين بمنطقة لغوارشا. وأوضحت تحرية الخاصة عبر صفحتها على فيسبوك أن الجثتين وجدتا بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين القاطنين في منطقة نجيلا، لافتة إلى أنهما وجدتا داخل بئر ولم تكشف القوات الخاصة عن هوية الضحيتين. وأفاد مركز سرايا للإعلام النافذة الإعلامية لمجلس شورى ثوار بنغازي بإصابة امرأة نتيجة سقوط قذيفة هاون على منطقة جنفودة السكنية يوم الجمعة. يأتي هذا فيما أعلنت القوات الخاصة الصاعقة عبر صفحتها على فيسبوك أنها استهدفت تمركزات لمجلس شورى ثوار بنغازي في منطقة بوسنيب. نفى مجلس شورى ثوار بنغازي انتماءه لأي تنظيم أو كيان أو حزب أو جماعة داخل ليبيا أو خارجها بما فيها ما يعرف بتنظيم الدولة أو جماعة الإخوان أو القاعدة أو الجماعة الإسلامية. وأكد المجلس في بيان له أن هناك جهات أعلامية تشن حملة تشويه لهدم السد المنيع للثورة والعودة بالناس إلى الوراء تحت حكم العسكر بحسب البيان. وأوضح مجلس شورى ثوار بنغازي أن ما حدث في مدينة مصراتة من قفل للميناء واعتداء على معسكر ثوار بنغازي في طمينة هو من أثر تلك الحملة التي تهدف للقضاء على من تبقى من الثوار وفق نص البيان، متسائلا عن موقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من المحاصرين في جنفودة. قال الناطق باسم المجلس الرئاسي أشرف الثلثي لقناة ليبيا لكل الأحرار إن المجلس أهمل بالفعل تواصله مع الأطراف المسؤولة عن عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بصخيرات المغربية. هذا لحد ما له أساس من الصحة. الكل يعرف بأن العديد من الإشكاليات التي تواجه التقدم من الناحية السياسية وبالتالي من الناحية العسكرية والاقتصادية قائم على تضمين الاتفاق، وأنا أتفق معه لحد ما في أن هناك نوع من التقصير من حيث العلاقات العامة
والعلاقات الشخصية التي تربط العديد من أعضاء الحوار الوطني. حذر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مما وصفه بخطر التقسيم في ليبيا، مشيرا إلى أنه من مصلحة بلدان الجوار أن ترى ليبيا متجهة نحو الوفاق والوحدة الوطنية. وأضاف السبسي في حوار مع موقع ليدرز التونسي أنه لا يحق لأي بلد جار أن يتدخل في الشأن الليبي اعتمادا على أجندة خاصة، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة في ليبيا وإنما هناك مجموعة مدججة بالسلاح حسب قوله. ونوه الرئيس التونسي لأن بلاده تقف على المسافة نفسها من جميع الأطراف في ليبيا وتعمل على رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، مؤكدا حرص تونس على أن لا تكون ليبيا عرضة إلى الانقسام أو التجزئة. ورأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة مصراتة محمد بن طاهر في نشرة سابقة أن المجلس الرئاسي يعاني من خلل في تركيبته وصعوبة في التواصل مع الأطراف الفاعلة. هذا يؤكد على أن هناك خلل كبير جدا في تركيبة المجلس الرئاسي، وأشرت في كم مداخلة إلى هذه النقطة بالتحديد، إلى أن آلية العمل داخل المجلس الرئاسي هي آلية ضعيفة بوجود 99 أشخاص، فهذه إشكالية كبيرة، وعدم التواصل أيضا مع الأطراف الفاعلة فيما يحصل في ليبيا. أعلن المجلس الرئاسي أنه تم إقرار ترتيبات مالية لعام 2017 بقيمة 37 مليارا و560 مليون دينار سيتم تنفيذها بداية العام القادم. قرار أثار ردود فعل مختلفة نستعرض بعضها في سياق هذا التقرير. أقر المجلس الرئاسي الترتيبات المالية لعام 2017 بقيمة قدرت ب 37 مليار و560 مليون دينار سيتم تنفيذها بداية العام القادم. ترتيبات تهدف بحسب المجلس الرئاسي إلى تغطية مرتبات العاملين بالقطاع العام وتوفير الأدوية والكهرباء وخدمات النظافة والمحروقات، إلى جانب تحسين الوضع الاقتصادي فيما يتعلق بانخفاض السيولة وسعر صرف الدينار. خطوة أثارت ردود فعل محلية ودولية متباينة، فرغم عدم خروج موقف رسمي من مجلس النواب حول هذا القرار، إلا أن الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق اعتبر أن المجلس الرئاسي غير معتمد دستوريا وأن البرلمان هو المخول تصديق على الميزانية وإصدار قانون صرفها. موقف عبر عنه أيضا رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب عمر تنتوش قبل صدور الترتيبات المالية، حيث أشار إلى أن القرار المحال من المجلس الرئاسي إلى مصرف ليبيا المركزي بخصوص ميزانية 2017 يعد غير قانوني وقفزا على اختصاصات السلطة التشريعية بحسب تعبيره. في مقابل ذلك قال عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد إن المجلس الرئاسي استند خلال إعداده للترتيبات المالية على ما نصت عليه المادة التاسعة من الاتفاق السياسي، وتحديدا في فقرتها السادسة التي تسمح بتنفيذ ترتيبات مالية عند الاقتضاء بعد إجراء المشاورات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والجهات الرقابية ذات العلاقة وفق أحكام القانون المالي النافذ. دوليا وصف السفير البريطاني لدى ليبيا بترميلت إقرار المجلس الرئاسي للترتيبات المالية بالخطوة المهمة لتعافي الاقتصاد في البلاد واستقرار البلاد من أزمتها التي جاب جميع المجالات، استقرار يبقى الرهان عليه قائما حتى تنعكس هذه الترتيبات على حياة المواطن الذي أثقله استفحال الأزمة الاقتصادية. ورأى المحلل الاقتصادي وحيد جابو في نشرة سابقة أن إقرار المجلس الرئاسي هذه الترتيبات المالية يعد الحد الأدنى لتنفيذ ميزانية المرتبات وبعض القطاعات الأخرى، مناشدا مصرف ليبيا المركزي بتسريع تسهيلها. هذه الخطوات هي مطلوبة ومهمة جدا، وأعتقد أن يعني على مصرف ليبيا المركزي أن يقوم بالاستعداد لصرف هذه المخصصات حتى لا تحدث هناك اختناقات. أما فيما يتعلق طبعا بترشيد الاستهلاك فهي طبعا خطوة طيبة، أعتقد أن المجلس الرئاسي قد يعني أن اعتمد خطة لترشيد الاستهلاك، لأن لدينا يعني خاصة فيما يتعلق بالوقود استهلاك غير محمود وغير مناسب. قالت منظمة الصحة العالمية أنها تحتاج إلى قرابة 38 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة في قطاع الصحة بليبيا لعام 2017. وأكدت المنظمة أن القطاع الصحي في ليبيا تضرر بشكل كبير جراء استمرار أعمال العنف، وتقرير التالي يستعرض أبرز ما جاء في تقرير منظمة الصحة العالمية.
قرابة 38 مليون دولار هو المبلغ الذي قالت منظمة الصحة العالمية إنها بحاجة إليه لتمويل خطة الاستجابة في قطاع الصحة بليبيا عام 2017. المنظمة أوضحت أنها حصلت إلى حد الآن على أكثر من 9 ملايين دولار، مشيرة إلى أن 1,300,000 شخص في ليبيا بحاجة إلى مساعدات طبية، 45% منهم من النساء و 6% من الأطفال. كما أكدت المنظمة أن القطاع الصحي في ليبيا تضرر بشكل كبير جراء استمرار أعمال العنف، وهو ما أدى إلى تعطل جزء كبير من المرافق العامة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، قائلة إن 43 مستشفى من أصل 98 تعمل بشكل جزئي أو لا تعمل مطلقا بحسب المنظمة. وأضافت منظمة الصحة العالمية أنها ستخصص أكثر من 2,300,000 دولار لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية للمناطق الأشد احتياجاً، إضافة إلى أكثر من 2,000,000 دولار للمتضررين نفسياً جراء الحرب، وهو ما يقرب من 2,000,000 آخرين لتعزيز الرعاية الصحية في البلاد. كما خصصت المنظمة في خطة الاستجابة بقطاع الصحة في ليبيا لعام 2017 أكثر من 1,700,000 دولار لتعزيز الرعاية الصحية في جميع حالات الطوارئ، وما يزيد عن 1,000,000 دولار للحد من الإصابة بأمراض قد تؤدي إلى وفيات، فضلا عن 300,000 دولار لخدمات رعاية الأمهات وحادثي الولادة في مركز سبها الطبي، و200,000 دولار لمراقبة أمراض المهاجرين غير النظاميين. انعدام الأمن وارتفاع مستوى العنف أديا بحسب منظمة الصحة العالمية إلى خلق ظروف معيشية غير آمنة ودمر البنية التحتية، وهو ما تسبب في وضع عدد كبير من المواطنين في دائرة الخطر جراء تدهور وضعهم الصحي. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. المنظمة الدولية للهجرة ترصد دخول 775 مهاجرا إلى ليبيا بشكل غير نظامي خلال 20 يوما. غرفة الطوارئ الجوية تقول إنها رصدت عناصر تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في وادي قرزة جنوب بني وليد، وترجى عدم استهدافها لسوء الأحوال الجوية بالمنطقة. هدوء حاضر بمدينة سبها وقاعدة منهانت الجوية، ومجلس حكمي المدينة يؤكد تواصل إغلاق بعض الطرقات بمنطقة المنشية. منظمة الصحة العالمية تقول إنها في حاجة إلى قرابة 38 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة في قطاع الصحة بليبيا لعام 2017. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها تمكنت خلال الفترة الممتدة من 21 من نوفمبر إلى 11 من ديسمبر تمكنت من رصد 775 مهاجرا دخلوا إلى ليبيا بشكل غير نظامي. وأضافت المنظمة في تغريدات لها عبر حسابها على موقع التدوينات المصغرة تويتر أن المهاجرين دخلوا إلى ليبيا عبر 6 نقاط مراقبة في مدن مساعد وصبراتة وطرابلس. من جهة أخرى، أشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أنه تم توزيع مساعدات على أكثر من 600 مهاجر غير نظامي في مركز شهداء النصر قرب طرابلس. وأوضح الناطق باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم في نشرة سابقة إحصائيات المهاجرين غير النظاميين في ليبيا لعام 2016. تجاوز 14,000 مهاجر غير شرعي، وللأسف الشديد أن هذا الرقم في السابق كنا نرصد إليه خلال العديد من السنوات. نحن هذه السنة تجاوزنا هذا الرقم، وكذلك بالنسبة لعدد الضحايا يعني تجاوز يصل 200 جثة تم انتشارها من قبل البحرية فقط، وعدد المفقودين يصل إلى قرابة 100، يعني زياد رهيب وملحوظ في هذا السرد.
دعا الرئيس أو رئيس المجلس الرئاسي المكلف فتحي المجبري المختصين في مرض إنفلونزا الطيور إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإبلاغ المجلس فور رصد وتسجيل أي حالة بالإصابة لمنع انتشاره. ونشرت صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس وزراء حكومة الوفاق أن المجبري طالب خلال لقاء جمعه بوزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني عمر بشير وعدد من المستشارين والمختصين بضرورة توفير الأدوية المضادة للإنفلونزا ومواد تشغيل المعامل لتشخيص المرض في حالة تسجيل إصابة به. إلى التذكير بأهم العناوين. غرفة الطوارئ الجوية تقول إنها رصدت عناصر تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في وادي جرزة جنوب نيوالي وترجع عدم استهدافها لسوء الأحوال الجوية بالمنطقة. هدوء حذر بمدينة سبها وقاعدة منهنت الجوية ومجلس حكماء المدينة يؤكد تواصل إغلاق بعض الطرقات بمنطقة المنشية. منظمة الصحة العالمية تقول إنها في حاجة إلى قرابة 38 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة في قطاع الصحة بليبيا لعام 2017. للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تيفي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب. شكرا على حسن المتابعة في أمان الله.